ومن ساحة رياض الصلح في وسط بيروت تنضم إلينا ليلى خليل مراسلة الغد. يا ليلى، بما أفاد فؤاد السنيورة وآخرون في ملفات وقضايا تتعلق بأمور فساد، وما هو رضا المتظاهرين والساحات والشوارع والأزقة في لبنان عن هذه الخطوة؟ يعني الشارع يعتبر أن الاستجواب الذي حصل اليوم وحتى الادعاء على آخرين بتهم هدر المال العام أو فساد أو قبول رشوة لهو إنجاز من أنجازات الحراك، وأنه لولا نزول الحراك والمتظاهرين إلى الشارع لما تحرك القضاء بحسب هؤلاء بالطبع. ولكن محمد، اليوم مدعي العام المالي استجوب الرئيس السنيورة أو استمع إلى ما لديه من معلومات فيما يتعلق بموضوع الأحد عشر مليار دولار، لم يصدر بعد أي اتهام، لم يصدر القرار الظني بحسب الخبراء القانونيين عند استجواب أي شخص بتهم معينة أو تهم تتعلق بمال أو هدر مال أو فساد أو رشاوة. يجب أن يكون هناك قرار ظني. إذا ما شعر القاضي أو الجهة القضائية المعنية التي تقوم بالتحقيق أن هناك جرم معين، فيصدر عندها قرار ظني بتوقيف المستجوب ومن ثم إحالته للمحاكمة ويخضع للمحاكمة. حتى الساعة لم يحصل أي من ذلك. ما تم اليوم هو الاستماع إلى الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن طيب. بالطبع الحركة لكن هي تبقى يا ليلى، استجوابه هو إنجاز صح، تبقى نقطة من مطالب المتظاهرين والشارع. طيب ما يتعلق بالحريري ولقائه مع العماد ميشيل عون، ما هي مخرجات هذا اللقاء؟ وتابعت بالتأكيد كلمات سعد الحريري المقتضبة، لا يريد أن يتحدث وأن المشاورات ما زالت جارية. ليلى، يعني لعل رفضه التصريح هو دليل على أنه لا حكومة حتى الساعة، لم تتشكل ولا دعوة لاستشارات نيابية كي يتم تكليفه. نحن استمعنا من خلال بعض المصادر تقول بأنه طرح، كان هناك طرح يتعلق بأربعة عشر وزيرا، خمسة لفريق حزب الله وحلفائه، خمسة للرئيس الحريري وحلفائه، وأربعة أيضا للحراك، يتم توزير الحراك. ولكن حتى الساعة أيضا هذا الطرح لا يزال طرح، وهذا طرح يعني أن الموضوع هو حكومة تكنو سياسية وليس حكومة تكنوقراط، لأن حزب الله يرفض حكومة تكنوقراط. ولكن أيضا الحكومة التكنو سياسية هل سيقبل بها الشارع وهل سيقبل بعودة وجوه سياسية إلى الحكومة؟ وهو كان رفض هذا الأمر منذ البداية. أعتقد أن الأمور لا تزال تراوح مكانها في هذا الموضوع. طيب الشارع كيف ينظر إلى هذه الكلمات المقتضبة؟ هو كان يريد تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، الآن هو يتحدث ويرى كلمات سعد الحريري أن المشاورات ما زالت جارية، هل يصبر الشارع على هذه المشاورات أم يرغب في استعجالها مرة جديدة يا ليلى؟ يعني الشارع يريد بأسرع وقت أن يكون هناك استشارات نيابية لكي يتم تكليف رئيس ويشكل حكومة جديدة، خاصة وأن الوضع المالي والاقتصادي صعب جدا، ونحن نستمع يوميا وبشكل شبه يعني متوالي ومتتالي إلى آراء الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون ويطالبون بالإسراع بضرورة تشكيل حكومة علها تنقذ البلد مما هو قادم عليه. الشارع اللبناني، المتظاهرين، الحراك، اليوم الطلاب انضموا إلى التحركات، سيبقون في الشارع. الآن هناك سمعنا على مكبرات الصوت مسيرة أو دعوة لمسيرة تنطلق من رياض الصلح باتجاه منزل الرئيس السابق فؤاد السنيورة، أيضا هناك مسيرة سيارة في مدينة صيدا، غدا هناك دعوات لأن يكون هناك تظاهرة كبيرة في مدينة طرابلس. وبالطبع التحركات هي باقية في الشارع إلى حين تحقيق المطلب الثاني بعد استقالة الحكومة، وهو تشكيل حكومة جديدة. أعود إليك كل ما جد جديد من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، كانت معي ليلى خليل مراسلة الغد.